إذا لمناقشة الإضرابات والتظاهرات في بريطانيا على خلفية غلاء أسعار السلع الأساسية ينضم إلينا عبر سكايب من لندن الصحفي والإعلامي زياد المنجد. أستاذ زياد، مرحبا بكم. يعني كما تعرفون وأنتم هناك، إضرابات بسبب الغلاء وأيضا ارتفاع كلفة السلع الأساسية والخدمات في بريطانيا، لكن هل لدى رئيس الوزراء سوناك من يهدئ به الشارع الذي يغلي بفعل ارتفاع تكاليف المعيشة؟ أولا تحية لك وللسادة المشاهدين. لا شك أن حكومة سوناك تحاول قدر الإمكان تخفيف عبء ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة على المواطنين. وحقيقة الأمر أن هذه الحكومة حاولت قدر الإمكان مساعدة العوائل ذوي الدخل المحدود، يعني خصصت مبلغا يعني تجاوز 600 باوند للعوائل الفقيرة وللمتقاعدين، وهذا المبلغ تم تقسيمه على دفعتين، إضافة إلى محاولة يعني الحكومة مساعدة هذه العوائل في تحمل عبء الارتفاع في أسعار الطاقة الكهربائية والغاز، فخصصت مبلغ 400 باوند لكل عائلة، ولكن هذا الأمر لا يشمل الموظفين في القطاع العام والقطاع الخاص، هذا الأمر يشمل العوائل ذوي الدخل المحدود والعاطلين عن العمل. ولذلك نرى أن هنالك موجة إضرابات في القطاعات العامة وخاصة في النقل والسكك الحديدية والبريد، إضافة إلى التمريض وعناصر قوى الأمن الداخلي المسؤولين عن التعامل مع القادمين في المطارات. هذا الأمر لابد من تحرك، وهذا التحرك يبدو أنه بطيئا جدا مما قد تستغله حكومة المعارضة، حكومة الظل العمالية، لتحقيق مستوى من التقدم على حزب المحافظين. في هذا المفصل أستاذ زياد، الملف الاقتصادي أطاح برئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون وخليفته ليز ترايس، ولكن هل تطيح الإضرابات والتظاهرات برئيس الوزراء الحالي، لا سيما أن الإضرابات كما تفضلتم شملت قطاعات مهمة في بريطانيا؟ يعني استطلاعات الرأي كما يعني وضحوا تقريركم، استطلاعات الرأي تقول بضعف شعبية رئيس الوزراء البريطاني سوناك، وبعد أقل يعني شهر ونصف تقريبا من توليه رئاسة الوزراء، ولذلك حكومة الظل العمالية تحاول قدر الإمكان يعني الكسب الود، وهنالك مؤشر على هذا الأمر. يعني في بداية هذا الشهر هنالك انتخابات تكميلية في شمال غرب بريطانيا، نجح عضو في حزب العمال بدل المحافظين، وهذا ما يعتبره البعض مؤشرا على تراجع شعبية حزب المحافظين لصالح حزب العمال. ولكن لابد أن نقول أن الأزمة الاقتصادية هي أزمة اقتصادية طاحنة، ولا أعتقد أن حزب العمال إذا ما وصل إلى السلطة بإمكانه أن يغير شيئا، الأمر كثير يعني واقعه مؤلم جدا على الاقتصاد. كما قلت يعني في شهر تشرين الأول الماضي هنالك ضياع ل 417,000 يوم عمل، وهذا لم يحصل منذ عقد من الزمن. ولذلك لا أعتقد أنه حتى إذا أطيح بسوناك وأتى العمال لتسلم السلطة أنهم قادرون على حل المعضلة الاقتصادية التي تطحن الاقتصاد البريطاني وحقيقة الأمر الاقتصاد الأوروبي بشكل عام. يعني طيب، حتى لا نكون أستاذ زياد، نعم. يعني دوما كان يتفاخر بوريس جونسون بأنه عبر ببريطانيا إلى بر الأمان من أزمة كورونا، هل ترون أن الأزمة الحالية تراكمية؟ هل يمكن أن نطلق عليها
هذه الأزمة بأنها أزمة تراكمية وبالتالي لا يتحمل سوناك المسؤولية لوحده؟ يعني حتى نكون منصفين، يعني بوريس جونسون يعني استطاع خلال أزمة كورونا التي يعني استمرت لعامين تقريبا، والإغلاقات التي شملت الأمور التجارية والصناعية وحتى في دوائر العمل، يعني استطاع أن يصل ببريطانيا إلى بر الأمان، ولكن ليس ذلك البر الذي يعني يمكن أن يعتمد عليه من أجل تخطي الأمر. وأتت الحرب الأوكرانية، لا ننسى أن الحرب الأوكرانية و يعني قطع موسكو لإمدادات الغاز أو فرض عقوبات على موسكو من قبل بريطانيا ودول الدول الغربية، يعني أدى إلى يعني زعزعة الاقتصاد في تلك الدول، وبالتالي سوناك يعني أتى على حكومة وفي حكومة يعني تعيش واقعا جديدا ليس له يد. وهذا الأمر يعني حتى ننصفه أنه أن هذا الأمر يتحمله الوضع الحالي، الوضع العالمي الحالي، وما خلفته أزمة كورونا سابقا من ضغط على الاقتصاد البريطاني. أستاذ زياد، المتابع للشأن البريطاني يرى أن الإضرابات في بريطانيا ويؤشر أنها تضاعفت منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، ولكن يمكن أن نطرح هذا السؤال، هل آثار العقوبات الغربية على روسيا لها دور في تضاعف أو مضاعفة هذه الاحتجاجات أستاذ زياد؟ بشكل أكيد، يعني فرض الغرب عقوبات على روسيا هذا يعني عدم استيراد الغاز الذي كلنا يعلم أن روسيا هي مزود رئيسي للغاز وللطاقة للدول الأوروبية، وبالتالي يعني امتناع أو عدم وصول إمدادات الطاقة إلى الدول الغربية ومنها بريطانيا أدى إلى ارتفاع تلك المواد، وهذا أثر على الاقتصاد، إضافة إلى أن عندما ترتفع يعني أسعار الطاقة هذا يعود على كل الأمور، لأننا عبر السيارات والقطارات ننقل البضائع، وعندما يزداد الوقود يزداد تكلفة النقل وتزداد الأسعار، هذه الأمور كلها أثرت تأثيرا يعني فعليا على بريطانيا وعلى الدول الأوروبية بشكل عام. ما تعيشه بريطانيا حقيقة الأمر تعيشه معظم البلاد الأوروبية، وهذا أمر يعني نلاحظه بشكل واضح في كل البلدان القارة الأوروبية. عبر سكاي من لندن الصحفي والإعلامي زياد المنجد، شكرا جزيلا لكم.